السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معاكم مي عبد الشافي من قناة بيتي جانا تطريز وتفصيل وكروشيه. احنا الحمد لله خدنا الغرز الأساسية وعملنا دكلوك أطفال وعملنا شوية أفكار حلوة مع بعض. النهاردة المحاضرة بتتكلم عن الكوفية، هنتكلم عن الغرز الكتيرة قوي اللي تقدري تعملي بيها الكوفيات بشكل حلو، بشكل شيك، بشكل جميل. وكمان هعرفك ازاي تعملي اللي هي الكوفية مجيب والحاجات دي كلها. لو الفيديو هيطول معانا النهاردة هنكمل في فيديو اخر. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة، لو الخيط بتاع حضرتك رفيع، السمك بتاعه رفيع، ولو هتعمليها متر ونص هتكفي معاكي قوي شلة. لو هتعمليها مترين هتجيبي معاكي شلة احتياطي من نفس اللون عشان ما تقعيش الغلطة ان انت تعملي الكوفية لون وما تلاقيهوش وتعملي لون تاني. لو الخيط بتاعك سميك شكل ده كده، يبقى كده كده هتجيبي بكرتين معاكي. لو هتستخدمي الغرزة الجميلة اللي احنا عاملينها دي هتستخدمي 3 بكرات، ما هو يبقى معاكي احتياطي يعني مفيش اي مشاكل خالص. هنبتدي بأول حاجة معانا. طبعا حضراتكم فاكرين الغرز الأساسية اللي احنا واخدينها مع بعض، وازاي تمسكي الإبرة وازاي تعملي عقدة البداية والكلام ده. الكوفية دي هي تعتبر مش كوفية يعني، بس انتي برضو لو هتعمليها كوفية. دي انا عاملاها لواحدة قريبتي، هدية عيد ام، هتلفها زي حزام على وسطها اللي هو اللي عندهم حاجات في الكلى، اللهم احفظنا ويشفينا ويشفي الجميع. فانا عملتها، بصي الفكرة دي، غرزة العمود بلفة، وعملت لها ايه، غرزة المروحة على الحرف. دي متر ونص. طبعا انتي ممكن لو هتعمليها كوفية تبقى نفس الفكرة برضو، شكلها جميل قوي قوي قوي. بصي غرزة المروحة مخلياها تحفة. طبعا اللي خلاني ازود غرزة المروحة اصلا من البداية ان انا بعد ما عملت العرض ده طلع رفيع، كنت انا خلصتها فقلت اعمل ايه، قلت اعمل غرزة حشو كده على جنب، هنا طلعت برضو رفيعة، فجت لي فكرة ان هي اعملها غرزة المروحة. كانت الفكرة طلعت حلوة وطلعت جميلة قوي، فقلت اوريها لكم قبل ما اديها لها. تعالوا بقى مع بعض. انت ممكن تعملي غرزة تعملي الكوفية بغرزة النصف عمود او غرزة الحشو. طبعا انت تفتحي وتخشي وتتفرجي لان انا مش هعيد الكلام ده تاني. ممكن تعمليها بغرزة العمود بلفة زي ما انا عاملاها هنا، شكلها شيك حلو قوي قوي قوي. وقلت لكم برضو قبل كده لازم بعد ما تخلصي تاخدي اخر صف عشان تطلع معاكي مظبوطة بالشكل ده كده، من الجنب ده شبه الجنب ده. وممكن تعمليها واحدة بريد امامي وواحدة بريد خلفي، هتطلع معاكي حلوة جدا لحد الاخر برضو. و ممكن تعمليها حاجات حلوة من دي. تعالي يلا نعمل أفكار جديدة مع بعض. الغرزة دي واحدة عمود بلفة واتنين واحدة عمود خلفي اللي هي البريد الأمامي والبريد الخلفي واتنين. دي بقى طبعا أنا بعد ما عملتها كنت هكملها خالص، طلعت عريضة جدا جدا، كنت عايزة أعملها كوفية برضو نفس الغرزة دي. الخيط ده خيط سميك جدا زي ما قلت لك، هتحتاجي اكتر من 3 بكرات يعني، معاكي ربنا فيها بصراحة. العرض ده حلو قوي للكوفية اللي هي بجيب، وهنعمل الجيب بتاعها من النص كده. تعالي كده نشوف احنا عملنا ايه هنا. اول حاجة هنعملها لما نيجي نستخدم بكرة الخيط، بلاش تاخديها من فوق، خديها من جوه من هنا، دي اسلم طريقة للموضوع ده. بصي تطلع بكل سهولة ازاي. تاني اهي، لو لقيتيها معاكي مش بتطلع بسهولة
هي طلعت بكل سهولة اهي من النص. وتجيبي اي حاجة عندك زي اسطوانة كده وحطيها في قلبيها واشتغلي. علشان نعمل الغرزة دي الاول هنبتديها حاجة جديدة في غرز الكوفية. طبعا تاني بعدلك اهو، هتخشي على غرزة العمود بلفة، اكيد حضرتك عارفاها طبعا. لو عايزة تعملي الكوفية بيها او نصف عمود او غرزة الحشو، واي خيط عندك مش هيقولك لا. دي طبعا عقدة البداية معانا اهي. دي انا كنت عاملاها 40 سلسلة، طبعا غير ال3 سلاسل اللي احنا بنعملهم ارتفاع لغرزة الحشو. احنا بقى هنا انا هعملها اصغر، يعني ممكن اعملها 30 سلسلة. هنعمل 30 سلسلة زي ما كنت قايله لكم قبل كده. بعد عقدة البداية بتعملي ايه؟ السلسلة بتاعتك اهي. هنعمل 30 سلسلة، وطبعا الإبرة لازم تكون مناسبة للخيط. أنا غيرت الخيط وعملته فاتح عشان يبلكوا أكتر. عملت 30 سلسلة، وهنعمل غرزة ارتفاع 3 سلاسل عشان هنعمل عمود بلفة الأول. وهنيجي زي ما اتفقنا، بناخد العمود بلفة، بتاخدي اللفة ورا الإبرة كده بالشكل ده كده وتلفيها، وبتخشي على الأمامية فيها في السلسلة. احنا طبعا اتعلمناها كتير قوي مع بعض. بترفعي كده الخيط معاكي عشان تبقى طولها كده، وبتاخدي 2 وبتاخدي 2 تاني. وحاولي على قد ما تقدري تبقى شدت الخيط واحدة معاكي، علشان ما تبقاش حتة رفيعة قصيرة وحتة طويلة، فشدت الخيط تبقى معاكي واحدة. بالشكل ده كده. ولو ما بتعرفيش تعملي الخيط بيكر معاكي، يبقى اعملي الفكرة دي، حطيها ما بين صباعك الصغير كده تاني اهي. شدت ايدك لازم تبقى واحدة علشان تبقى بدايتها شبه نهايتها. بالشكل ده كده هنكملهم ونرجع مع بعض تاني. كده انا عملت غرزة العمود بلفة، ودي اخر واحدة معانا. بالشكل ده كده هنعمل الغرزة اللي انا بقولك عليها دي. بصي بقى، انت ممكن تعملي العرض اللي يعجبك والطول اللي يعجبك، ما تبيش مؤيدة بحاجة في الفيديوهات، لان انا بسمع بنات بتقولك انا اتفرجت على شنطة واحدة بتعمل الشنطة، نعرف اعملها في الفيديو ما اعرفش اعملها بعد كده. لا، احنا مش عايزين الطريقة دي خالص، احنا عايزين حاجة تانية خالص. انت تعملي وتبتكري بدماغك. دي جيبة انا عاملاها لبنتي بغرزة الجراني، هوريها لكم برضو، مع ان انا قلت لكم عنها شوية افكار ايام ما كنا بنعمل التزايد والتناقص، فاكرين طبعا. دي لو هنعمل الغرزة دي في غرزة الكوفية، او الغرزة اللي انا هعملها دلوقتي، او اي غرزة ليها شكل مروحة او اي شكل، لازم سمعيني تعملي سطرين او 3 في البداية، يعني زي ما انا عاملة هنا كده. ليه؟ علشان تزبط لك شكل الكوفية معاكي من هنا ومن هنا، ما تبقاش تدي لك شكل تاني خالص. بالشكل ده كده يعني تسيبي 2 او 3 من الجنب. هنطلع برضو هنطلع غرزتين بس، هنطلع 3 سلاسل عشان هي غرزة
عمود بلفة، وهتخشي لو هتخشي بعد كده، لو انتي هتعملي الكوفية كاملة بغرزة العمود بلفة، لو انتي دخلتي هنا لازم كله في دي. لو انتي دخلتي في اول حرف في او سلسلة لازم تخشي في اللي بعده كله كده، علشان تطلع لك من هنا متساوية زي من هنا. ولازم ناخد اخر اخر عمود معانا هنا علشان تبقى مظبوطة معاكي من هنا ومعاكي من هنا. وخدي بالك من الحتة دي، يعني انتي لازم وانتي شغالة في كله، لو انتي خدتي دي لازم تاخديه في كله عشان ما تلاقيش نفسك واسعة قوي من تحت ورفيعة من فوق. دي نصيحة مني للي لسه بيتعلم الموضوع ده. احنا هناخد الفي اللي جنبها بالظبط بالشكل ده كده، ادي كده بقى معايا 1 2، وهاخد اللي بعدها. لما هنيجي نعمل غرزة الوافل دي، او لو هنيجي نعمل غرزة الجراني او اي غرزة من الغرز، الحاجات دي لازم نعمل على اقل 2 او 3 من الغرزة اللي معانا دي، 2 او 3 من الغرزة اللي احنا اشتغلنا بيها اول ما ابتدينا هنا. ويفضل ان احنا نستخدم ايه، الغرزة العمود بلفة اللي احنا هنشتغل بيها اصلا في الغرزة بتاعتنا. الغرزة النهاردة هنستخدم فيها بريد امامي بس. هتقوليلي ازاي عملنا الغرزة دي وهي بريد امامي بس؟ تعالي معانا نشوف دلوقتي. هناخد اول واحدة بريد امامي، بنلف الابرة بتاعتنا ورا الفتلة وبنسحب كده، ونيجي على اول عمود من العمود بلفة بتاعتنا ونسحب كده بالراحة خالص، وناخدها عمود بلفة. هناخد واحدة بس، هيبقى فاضل مع في الاتنين، اتنين معانا اهم، هناخدهم عمود بلفة عادي خالص. هتخشي طبعا في حرف الفي كامل، حرف الفي كامل، وهتخشي فيها بكل سهولة بالشكل ده كده. هتقولي لي ليه ما عملتيش بريد امامي وبريد خلفي؟ هوريها لك، هتطلع معاكي الغرزة الوافل دي جميلة جدا. هنيجي عند تاني برضو فتحة بالشكل ده كده، بتاخدي حرف الفي كامل وبالشكل ده كده، وبتاخدي عمود بلف. هنيجي ناخد دي زي ما بنعمل في البريد الامامي، هناخد واحدة بالشكل ده، والاتنين اللي بعدها هتبقى غرزة عمود بلفة. غرزة سهلة جدا وجميلة جدا. هتيجي بعدها هنا هتخشي تاخدي بريد امامي. لو حضرتك لسه جديدة معانا وما تعرفيش البريد الامامي، هحطهولك اسفل الفيديو معانا. يبقى 2 عمود بلفة في الفي كامل، وبعد كده بناخد واحدة بريد امامي. هتفضلي ماشية كده السلاسل اللي احنا اخدناها، ولازم تكون مفرد علشان تديكي وتقبل القسمة على 3 عشان تديكي الشكل الحلو. يبقى واحنا بنعمل اي كوفية بعد كده ان شاء الله لازم تكوني واخدة كل السلاسل علشان يبقى الجنب ده قد الجنب ده. الغرزة بتاعتنا النهاردة بتعتمد على غرزتين، الكوفية معانا النهاردة بتعتمد على غرزتين بس، غرزة العمود الامامي او البريد الامامي وغرزة العمود بلفة.
هنا هيبقى زي ما انت شايفة فاضل معانا 2 سلسلتين او عمودين. هنا عملناهم 2 في دي، فهنعمل برضو 2 في دي. هناخد دي عمود بلفة عادي خالص بالشكل ده كده، وهناخد دي برضو عافية زي ما قلت لكم قبل كده علشان تطلع الكوفية معاكي الاتنين مظبوطة. هنا طلعت معايا 2، هتطلع معايا 3. هنا بصي بقى في الحتة دي عشان ما تفكريش ان انت تلخبطي. هنا احنا عملناها 2 ودي كانت واحدة معانا صح؟ هنا هتبقى معاكي 2 بس. تعالي هتلاقي الصف اللي بعدها واحدة هتديكي من هنا 3 وواحدة هتديكي من هنا 2. هنطلع طبعا الثلاث سلاسل بتاعتنا. يبقى تعالي بقى علشان الغلطة ممكن تحصل هنا، كل شغلنا زي ما قلتلك من شوية بريد أمامي فقط وغرزة العمود بلفة. هنا اللي كانت بريد أمامي هتبقى فوقيها عمود بلفة، واللي كانت 2 عمود بلفة هناخدها بريد أمامي. يلا بينا تعالي شوفي، يلا بينا. احنا كده خدنا أول ارتفاع اللي هو الثلاث سلاسل، مش هتيجي من أول هنا، او لو عايزة تجيها من اول هنا برضو ما فيهاش مشاكل معانا خالص، بس لو هتاخديها من اول هنا لازم بعد كده تاخديها من فوق من اول هنا، ما تسيبيهاش. يعني مدام انت خدتيها من هنا يبقى ما تسيبيهاش بعد كده، بس انا مش عايزة اخدها من هنا. دي معلومات ليكي للكوفيات. بعد كده هناخد اللي هما دي 1 2، مش احنا هنا لقيناها 2 اهيت مش 3، هتلاقيها 3 معاكي اهي. ادي كده اول واحدة اللي كانت بريد امامي هتبقى عمود بلفة. فهمتي بقى انتي ليه بقى اللي تحت من هنا هتبقى 3 ومن هنا هتبقى 2؟ عشان هتبقى 3 من فوق. يبقى اللي كانت عمود بلفة بقت عمود، اللي كانت بريد امامي بقت عمود بلفة، واللي كانت عمود بلفة وعمود بلفة اللي هما الاتنين اللي احنا خدناهم المرة اللي فاتت هتبقى بريد امامي. يبقى احنا الشغل بتاعنا بريد امامي وعمود بلفة. غرزة سهلة جدا جدا جدا. الاتنين اللي كانوا عمود بلفة هناخدهم بريد امامي، واللي كانت بريد امامي هناخدها عمود بلفه. ركزي مع ايدي، دي اللي كانت بريد امامي، دول اللي كانوا عمودين بلفه، هناخد كل واحده فيهم لوحدها تبقى بريد امامي. واللي كانت بريد امامي هتبقى عمود بلفه وتخشي في الفي كامل اهو. لازم تاخدي الفي كامل معاكي، واللي كانوا بريد امامي واللي كانوا عمود بلفه هيبقوا بريد امامي. يبقى اللي كانت بريد امامي هتبقى عمود بلفه بكل سهوله، واللي كانت عمود بلفه هتبقى بريد امامي بكل سهوله. شدت ايدك تبقى واحده، بريد امامي عمود بلفه، اللي كانت بريد امامي هتبقى عمود بلفه، واللي كانت عمود بلفه هتبقى بريد امامي. هنا اللي كانت بريد امامي
بقت عمود بلفة، واللي كانت عمود بلفة بقت بريد أمامي بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. دول آخر 2 بريد أمامي هيبقوا عمود بلفة، وهنا اللي كانت عمود بلفة بريد أمامي هتبقى عمود بلفة. وهنا بصي هتلاقي نفسك 1 اهي، 2 العواميد اللي فاضلة لازم تاخدي دي عافية، علشان اللي بيقول الكوفية عندي بتطلع الجنبين مش شبه بعض، شايفة هنا وشايفة هنا اهي. هناخد الثلاث سلاسل الارتفاع بتوعنا بتوع العمود بلفة، هناخد زي ما قلتلك احنا هنا كنا بناخد السلسلة، فلازم هناخدها هنا برضو علشان ما تبوظلكيش الدنيا. اللي انت خدتيه لازم تاخديه من تحت، لازم تاخديه من فوق. يعني لو قلنا لك لو انت خدتي من السلسلة دي من تحت هتاخديها على طول، السلسلة اللي وراها على طول عمود بلفة عادي خالص اهو. شايفة شكلها ابتدى يظهر معانا هنا اهي كمان. انا ما كنتش واخداها، انا فكتها، نسيت انا الحكايه دي، كويس ان انا افتكرت قبل ما اشتغل. انتي بقى خدي بالك من موضوع النسيان ده، ادي كده 1، ادي كده 2، يبقى تاني لو انتي كنت واخده دي من تحت يبقى تاخديها من فوق علشان يبقى العرض 1. يبقى كده احنا خدنا 3، وهنيجي ناخد اللي هي عملناها من شوية عمود، هناخدها بريد امامي اللي هي كانت عمود بريد امامي اصلا من الاول، فاكرة؟ مش ننسى، وانا عايزاك تكتبي كل كلمة والله عشان ما تقعديش ترجعي للفيديوهات اللي كانت بتقعد تقول انا بتفرج على الفيديو ما بعرفش اطبق. كانت بتقول على شنطة، حد كان عامل شنطة، ودي حلوة قوي برضو في الشنط على فكرة الغرزة الجميلة دي. يبقى اللي كان بريد امامي هيبقى عمود بلفة، واللي كان عمود بلفة هيبقى بريد امامي. وتفضلي بقى بصي بقى شغالة كده لحد ما تخلصي الكوفية، بيبقى احساس لذيذ على فكرة، واحساس ممتع جدا ان انتي قاعدة بتعملي حاجة وتلاقيها خلصت وبقت شكلها حلو، يعني بجد احساس فوق الوصف. يعني انا معاكم وعملت شويه حاجات حلوه قوي في الكروشيه، وطبعا عارفين ان انا عندي حساسيه من الخيط، فنادر لما بعمل حاجه. انا كنت عامله حاجات طبعا زمان خالص، بس ما كانش معايا حاليا التليفون اللي كنت شغاله بيه زمان اللي كنت بصور حاجتي، مع الاسف ما اتجوزتش بيه، سبته يعني نسيته الله يرحمه بقى، يعني ما اعرفش راح فين اصلا. يبقى صف 1 بس عمود بلفة واتنين بري... آه آه واحدة بس عمود بلفة واتنين بريد أمامي، والصف اللي بعده 1 بس بريد أمامي واتنين عمود بلفة. احنا الصف اللي احنا فيه ده اللي هو 1 بريد أمامي واتنين عمود بلفة، 1 بريد أمامي واتنين عمود بلفة، 1 بريد أمامي واتنين عمود بلفة. يبقى 1 بريد امامي واتنين عمود بلف. البريد الامامي احنا بنعملها على حرف الفي كامل، وفهمتكم قبل كده برضو احنا بناخد الفي كامل امتى، وبناخد الخلفية امتى، وبناخد الامامية امتى، ووريتكم الشكل العام والشكل الجميل بتاعها.
اللي هتطلع هنا اتنين هتلاقيها فوق بقى التلاتة، واللي كانت تلاتة هتطلع فوق تلاقيها اتنين. فاحنا هنا هنعمل اتنين عمود بلفة، وقلنا هناخدها لازم ناخدها ما نسيبهاش اللي هي هنا دي علشان تطلع معاكي مظبوطة. ثلاث سلاسل الارتفاع بتاعنا، لو ايدك بتبقى مشدودة قوي، لو ايدك بتبقى مرخية هتبقى سلسلتين بس ارتفاع. يبقى لو ايدك مرخية هتبقى سلسلتين ارتفاع، ايدك مشدودة هتبقى ثلاث سلاسل. هناخد التالتة اللي هي عمود بلفة اللي احنا عملناهم اهم اتنين، والبريد الامامي هنا هتبقى عمود بلفة، فاكرين طبعا عمود بلفة اهي، والاتنين البريد الامامي اهم اللي كانوا عمود بلفة، الاتنين اللي كانوا عمود بلفة هيبقوا هنا بريد امامي. سهلة جدا، هي بس عايزة ايه تركيز من حضرتك، وتعملي عينة منها صغيرة برا الاول قبل ما تعملي تخشي في الحاجة بتاعتك. يبقى اللي كانت بريد امامي بقت عمود بلفة، واللي كانت عمود بلفة بقت بريد امامي. يبقى تاني شغلنا كله بريد امامي وعمود بلفة. نفس الغرزة دي برضو على فكرة، بس بدام اتنين عمود بلفة هتبقى واحدة بريد امامي وواحدة عمود بلفة، واللي بعدها اللي كانت عمود بلفة هتبقى بريد امامي، واللي كانت بريد امامي هتبقى عمود بلفة. تبقى تحفة تحفة تحفة. هحط لكم الغرز الأساسية كلها أسفل الفيديو ده إن شاء الله في صندوق الوصف، علشان لو حضرتك لسه جديدة معانا تخشي برضو تتفرجي وتتعلمي احنا عملنا الحاجات دي كلها ازاي. شايفين الجمال بتاعها اهي كده بقى لحد ما تخلصي في الاخر خالص طبعا.